كريم شاب محترم بيبيع كوباية القهوة وتمنها 10 جنيه على العجلة يا سادة، وبيجي من آخر فيصل لغاية وسط البلد عشان خاطر يبيع كوباية القهوة. عنده كمان القهوة بالنوتيلا ب15 جنيه. كريم شاب محترم زيه زي كل الشباب اللي موجودين في الوطن العربي اللي عندهم هدف في الحياة. أهم حاجة إن انتوا تبتدوا وتقولوا بسم الله توكلنا على الله ونبتدي المشروع بتاعنا. كريم حلم عنده يبقى عنده أكبر براند للقهوة. أنا انبسطت جدا لما قابلت كريم، والحاجة اللي عجبتني جدا في النظام بتاعه والفكرة اللي خدها عشان يعمل عجلة وعليها القهوة والسبرتاية وكل حاجة تتخيلوها. أنا لما روحت عند كريم راجل محترم وانبسطت جدا من القهوة اللي هو فعلا بيعمل البن بتاعها بتحويجة مخصوصة لي. أنا قلت كده مع نفسي بسم الله وخدت شفطة كده من القهوة وانبسطت جدا عشان خاطر كريم شاب محترم. كل الدعم الكريم وكل الدعم للمصريين والإخوة في الوطن العربي. عرفنا بنفسك يا باشا. أنا اسمي كريم. كريم عندك كم سنة؟ 23. أنت خريج إيه أصلا؟ خريج دبلوم متوسط. بقالك قد إيه في المشروع ده شغال؟ بقاله بالظبط 6 شهور. اللهم صل على النبي. أنت بالعجلة بتاعتك دي بتلف بيها وبتدور بيها كتير كده؟ هي الفكرة اللي أنا متنقي. لو في مثلا ظروف زي الفترة الحالية اللي احنا فيها، في مثلا حاجة في المنطقة فابتدي انتقل لمنطقة تانية، لكن انا مكاني الثابت في ميدان طلعت حرب شارع قصر النيل. ميدان طلعت حرب شارع قصر النيل، وبيتنقل برضه في قلب المنطقة كلها. لو في حاجة مثلا زي مثلا قلق في المنطقة ولا تجمعات والكلام ده كله بحاول اتنقل عشان ما اعملش مشاكل مع الجهة المسؤولة. وانت اصلا ساكن فين؟ ساكن في فيصل. بتيجي من فيصل لغاية فين؟ وسط البلد. طب انت ممكن تبيع في فيصل، اشمعنى تيجي في وسط البلد؟ انا هنا عشان فيصل زي منطقه شعبيه مش هيستوعبوا الفكره اللي انا ببيع بيها، لكن هي كمنطقه زي وسط البلد بستهدف انا شريحه تانية مش الشريحه بتاعه فيصل. الشباب بقى بيحبوا يشربوا من عندك القهوه والنوتيلا والحاجات دي. انا ليا زبون بقالي 6 شهور، ليا زبون، ناس بتجي لي وناس بتروح لي، اللي انا بحاول اجيب انضف انواع البن، ما بحبش استرخص. في حاجات بتبدا من 80 وحاجات بتبدا من 50. انا بجيب حاجه يعني كيلو البن اللي انا بجيبه كيلو ب160. النوتيلا اللي انت جايبها اصليه؟ لا، النوتيلا فيه بقى حاجات مضروبه بتبدا ب40 والكلام ده قوت بالكيلو. لكن انا بشتري النوتيلا اللي هي الحاجه النوتيلا اللي هي الاصليه بجيبها ب54 جنيه. وناوي تعمل باللوتس؟ ناوي تعمل باللوتس؟ لا، احنا حاجات بسيطه كده اللي هي الناس تستوعبها، حاجات بسيطه. الفكره جات لك منين اصلا؟ الفكره جات لي ان انا كنت شغال في قهوه زمان، فانا بحب القهوه وبحب شربها والكلام دوت. فابتديت اللي يعني انا بصيت على الفيسبوك وكنت عايز اعمل مشروع ايام الكورونا، فعايز استرزق، فلقيت واحد عامل عجله بيبيع بقى ايه قهوه على الفحم. فانا ايه خدت الفكره وطورتها عشان ابقى في شارع تجاري، فهو مش هيضطر يقف لي ساعه او ساعتين عشان الفحم. فجبت سبرتيات، 3 سبرتيات على كام كيلو بن على كام كنكه، وقفت في الشارع. بس انا بصراحه مبسوط ان انت حبيبي يا باشا، ده شرف ليا. محترم وشاب مجتهد، الله يخليك. ان شاء الله ربنا يرزقك. كل سنه وانت طيب.